relié avec une flèche arbre بسهم. عندي هنا دو زيماج، دو زيماج. واش راك تشوفو في الصور؟ عندنا هنا طفل يقرأ وهنا طفلة تلعب بالدمية. قالك أربط. عمر أدور ليغ، عمر يحب القراءة. وين هي الصورة اللي تبرهن باللي عمر يحب القراءة؟ هذه الصورة. إذن هو يحمل الكتاب ويقرأ، إذن سوف أربط هنا. ريما أ أون بوبي، ريما عندها دمية، بوبي دمية، إذن أربطها هنا. عندي هنا كومبليت أكمل. عندي هنا دجاجة، شو نقولوا لها؟ إن بول، هكذا نكتبو بي أو كيما هكذا نكتبوها. هذه نديروها بول. عندي هنا بالون، نكتبو با بالون، نكتبوها هنا في النقاط، ما تكفينيش على بيها بالون. ان موتون، نكتبو ان او موتون. اذا عندي هنا التمرين الثالث، غومبلي افيك لو لا، راح نديرو لو لا في المكان المناسب. لا بورت، نديرو لا، لا بورت معناها الباب، لو بيبي معناها طفل. عندي هنا اكري اون كورسيف، هذه دائما هذا السؤال دائما ياتي، اكري اون كورسيف معناها تكتب كتابه متصله. شوفوا معايا، باتول بريبار اون بوتي تارت، راح نكتبوها كي تشوفوا كيفاه، شوفوا كيفاه منفصله، كتابه منفصله. باتول الاسم الاول راح نكتبوها ماجيسكيل هكذا. باتول شوفوا كيفاه المنفصلة لصقها هكذا، باتول اون بوتيت بوتيت تارت تارت.